والله شايل لو الفاتحة. وين كنت؟ كنت ورا ضيمي، كنت تلعب؟ هذا يا ضيم سو روحك ما تدري بشي، اليوم ورايح هتخلص الضيم، ماكو ضيم ولا شي. شرفت وتفضلوا داخل. طال محتار، أخاف من بعد هذا التعب والسهر وروح وتعال وسؤال وجواب والتحقيق ما يأيدون اختراعي. الفاتحة راح نخليها بالمسجد اللي جنب بيتنا، هم قريب وهم كبير المسجد. طبعا إذا أنتم موافقين. أبو علي شلون هاي السالفة؟ الفاتحة لازم تكون بالغرية. فوو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 و
رحم الله والديك. جو مسافر عم سهل. واحد يفكر بالعيش، واحد يفكر بالمشاكل، واحد يفكر بالاغصان، واحد يفكر شنو باكر ياكل، واحد هم يفكر بحبيبته. اوه انت اخو عم بس نادر علي. اليوم امك بالمستشفى ضربتك راجدي وسوت خدك حمر. على على شيطانك تخسريانة احترق قلبه عليك. انت ضحكتك ما كان محلها. يلا حبيبي هسه اطلع تعال اكلك لقمه وياي. هاي السالفه ما تصير بالديره عمي، ما تصير بالديره. شيء ثاني شبابنا شلون تاخذ راحتها؟ كل مخارج الاكل ينصرفن على امور الخيريه وثواب الروح المرحوم. صديق كذيب عيب زحمه. لا اله الا الله. ليه تو القبر كل أولاده يحضرون بلهم قبرة ويظلون لحد الصبح. هذا كتكوت تعب لي وانا مردشد له راس.
قد غالي عندي كتكوت ويا اي خلي الواد وكلها تعجب على نظافته. بسك بسك سد هذه الماي سدها ايش قاعد يروح ليش تسوي اسراف انت شاكر ها سدها اقول لك هذه الماي ايش قد تغسل هذه الموتور ليش انت بعد قاعد هذا وياك ها صار الظهر خلاص هسه قاعد انا قاعده سلام. طلع الشمس علينا جلول جليل قوموا قاعد جلول قاعد شماله جليل حد يفكر ليلى وصل الماي ماي نام ضعيف كل وقتها ضعيف سالب هاي وياك جليل شنو هاي الحركات شاكر خرشتني والنايم هيك يقعدونه خو السيده اللي قالت لي خالتي ام جليل انزل تعال خالتي سوت ريل خلني تريق شاكر خالة. شاكر هاي المزهريات ام علك هنا لي خوش خوش خالة. مو هسه بعد الريوق جليل خوش. بسك بعد قوم قوم يا ام عيني قوم ايش قد تنام قوم قوم جهزتي الريوق ام عيني وهذه خلينا نام الليل كله هروت بالحلم يبها منا ويحطها منا انت نمت انا يلا جليل انزل ذب علي القطعه ذبها ذبها هاي هذا ايش قد بارد ولك يلا تنزل لو انقعك عارف انت فوقين تعبان شوي ارد ارتاح خوش جبتها خدها مطاني نعم الله يلا انزل يلا خالتك ساقع صار بي كريم ماكل عيني شو تسوي انت شاكر مجيب قفيدك قفيدك خير ان شاء الله شنو صاير؟ لا صاحبنا عزمنا على فرد صف خوف. دورة دورة اي والله انا ما شفت واحد يعزم ربعه على الصف يعزمون على العشاء غدا شيء وانت ما تعرفين ابن اختك سوالفه مو معلوم به النتيجه مدري لا جليل يما انا هاليوم اروح مخفر الشرطه خوش ودي سند السيارة وأكمل شكاية أنا شاكر مني وياك مو لازم يما مو لازم روحوا روحوا على شغلتكم جليل قبل لا أنسى يما خير إن شاء الله أنا تالي أروح فاتحة الجماعة خوش لو قدرتوا مروا عليهم أغروا لهم فاتحة إن شاء الله إن شاء الله ما حد العنوان شوفوا شلون العنوان عندي انا ادزلك رساله العنوان عندك منين لك العنوان اسكت خش خاله لو ركبت الحين هاي الموتر اسويتشه وروح عليه شوفوا شوفوا هذا سوالفه لا ما يفرق هو الموتر يعني سكت. ما موتر ما يفرق انا وش يفرق اخذي اخذي خاله ما يرد خاله يلا كيف شكرا عيني لك الله راد ما عندك سياره سمع متر هالكبرها شارب تشيه بيها شوف جليل كتكوت وخالتي وام جليل اذن خط احمر الله الله كتكوت صدق صغيره بس عندها غيره يا غيره انت اي هاك يا معي شعلنا خاله بسم الله اللهم صل على شمالك ابنك ابني شمالك لحظه ابني طايح بالخط يما يا خط ها خط الاعتباري اقول حط خط الغرام اي شكون اسكت ها هذا شوفوا 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 ادركك انا ادركك مشموش اي ادركك
سلام خي عيني. يا الله توكلنا عليك ليه كفح الورد احسن اليوم ابشي الفي رابانيا صيدوبة سي مرتيرو بريسيتو بريسيتو اها صار عرسك يا عرسي خلينا ناخذ لنا كم نفس رايح الجمجمة شلون هالنوب بلك 5 دقايق وما تموت العجلة من الشيطان خل اسولف لك سالفة تلتهي بيها لما ما اطلع قلك كان فرد حكيم الوادم تجي له من كل مكان شغله عدل كان بس كل مرة شلون وياك والله أكل ماما طيني قلاصك بابا يا دماغ اي يدك مات ليش مات كان مريم كلها احنا نموت انا ما اموت بسم الله عليك عمر ماما ان شاء الله عمرك طويل شن هالحكي اروح لك فدوى معناته هذا الحكي زين خوبي قال كل احنا نموت ما عليك من حكي ابوك كلك لقمه طب قلبي بدل ما غيره لا تشفن الموت قبر هيجي حاج من الطفل خليه يقبل الواقعية كل احنا نموت انت تموتين انا اموت هو يموت بس اديب قوي مثل ابوه لا تخافين
وصار ريوكي سوى تمر علينا. قوم ماما قوم خلني جهز ورانا الشغل. اجاد خلي قوم اقعد مو من الصبح خباصتنا جهزوا وجهزوا خلي ترايك. انا ما قعدت رح قعدي قعدي ترايك خلصوا ريوق والنوبة روح يجهزي خاطر ننزلكم على الفاتحة. شلون؟ ننزلكم على الفاتحة وانا روح الدشوف. شلون؟ ابوي صار عزيز ذاك اليوم تهلهلين تريدين يموت هسه مات شلك هاي تمالك غرض بيه. انا اقول زحمة من الناس الواد مش تقول عمامك شو تقول خلي يقولون اللي يريدون يقولونه مالش هاي ادي الشغل اروح وارجع للفاتحة. انت مو صاحي مسودن شلون فاتحة ابوك وانت ما تريد تحضر بيها كيفي والله ما اعرف يمتى ما احب احضر ما اعرف سوالفك اللي تريد تسوي كيفك خلصوا قوموا وجهزوا ما يصير هنا ممر ممشي يا ممشي اركب تركب لو لا الحركة ما هي قانونية ولك اركب يا ليش تغلي تحكي يا غالي تحكي من عندك لو تحكي اركب ما اركب ما تركب لا يلا انا ماشي روح ضل امشي اشبع مشي انا يمشي والله لكنك موتني قول امه ها اي هذا هو صاحبك اي هذا هو قاعد تعنوني شنو الكلاس هذا ولك تلقى احسن من هذا عان الخضار والهوى الحلو والمايش محلاته احسن من حيطان اربع ظل بسطتن يا ماي بس حشيش اقول لك هذا اللي يسولف ليش هالقد معصب يو اقول لك معصب تعيله من حركاته وجهه باين لا هذا لابد مفسر الصف وقاعد يسكت بيهم وراح تستاثر منك وتعيشون حياه راقيه قالب المثل لا تسوي زين وسد بابك واستريح واحسن سيارة على ذوقكم اقول لك كتكوت شو نسوي له خلنا ناخذ على الكلاس ها يلا 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 مشينا خير خير احنا نمشي يلا يلا بساعة قاعد تعانون هم هذول احد منكم عنده سؤال سلام عليكم الله يساعده والله احنا شوف رحم الله دخلاتكم انا ما اقبل والله ما اقبل اسكت 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 غايب لك شاي لو خدمة خير انت يقولون اوكي شباب احنا اكيد راح نكون ايد بايد وحده هل مزاجك معكر هل انت ضايج هل تحب تروح للفضاء وما عندك سفينه هل عيست من العيشه والعطله هل تحس خشمك كبير يحتاج عمليه هل تحب تغير جو وما تدري وين تروح الحل مع نيوم ابن خيوم نقدم لكم انواع الادوات الترفيه باغلى سعر وعلى كيفية هل تنشب وتاكل تبن؟ شنو الخرابيط؟ يا انت انا نيوم ابن خيوم شو تشرب شو تحب كل شي موجود هي على وجهي اشرب شي؟ هي على وجهك حتى تشبش شاربك تقول ان السكان زبيري انشب قوم منا
لا اسوي بيك فر السالفه ما راح تعجبك. يلا راويني عرض شتافك. لا حبيت شي اتصل عليك. در سال تولید و اشتغال با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی هتل بزرگ اهوازیان در اهواز به زودی افتتاح می شود. هتل بزرگ اهوازیان یکی از بزرگترین هتل های جنوب و جنوب غربی کشور است که تحول عظیمی را در منطقه به دنبال دارد. این هتل شامل مجموعه های متنوعی از جمله بازار تجاری، سالن بولینگ و بیلیارد، سالن همایش و اجتماعات، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ، لابی مجلل و شیک، رستوران‌های سنتی و ایرانی روباز، باشگاه ورزشی و بدنسازی و سیستم اسپا می باشد. هتل بزرگ اهوازیان شامل 400 عدد تخت خواب در انواع اتاق‌های دو تخته، سه تخته و سویت های یک خوابه و دو خوابه می باشد. این هتل 5 ستاره در راستای رسالت اشتغال زایی موجب اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و 550 نفر به صورت غیر مستقیم می شود و در آستانه بهره برداری می باشد. هتل 5 ستاره بزرگ اهوازیان. يا ما دمروا شباب، يا ما حرقوا عائلات، الله لا يوفقهم. يلا جاهزين؟ اوف ايش قد الصيح شهرتنا؟ ما عدنا شي خلصنا. طيب بختي ابوك دائما معصب ما يعرف غير الصيح. امان يدي راح يمل. ايوه يدك مش هيمل. يدتي ليش تعب تبكي؟ تبكي لان يدتك وايد كانت تحب يدك. هسه بعد ما هو يمه تبكي لان ظلت لوحدها. ماما لو انت تمشين يا ماما تاخذين وياك ما احب اظل انا وحده مثل يدتي. ايش هذا ماما؟ انت بهذا الحكي حبيبي. أنا كل أمنيتي راح أتوالك أروح لك فدوة. بعد ما شبك تحكي هذا الحكي زين ماما؟ زين. إذا تصير خوش وليت. تروح هناك يما. خلي بالك على أبوك. خوش وليدي؟ يلا بساع.
سام ويا، كم مرة قلت لك لا تتصل هنا؟ وياك؟ ألو؟ انخرست؟ أنا مو قايل لك لا تتصل هنا؟ ولك شوف، كنا الحكي وياك ما يفيد، لا تخلينا عاملك بغير معاملة حسام. أنا علمك. الله كريم. الله كريم. الصوت مو منك، الصوت من زوجتي. أنا أعلمها. سهام؟ حسام عنكوبي، أنا أقبض عليه. أنا ما مسوي شيء. لا تفضل يا من مخبر الشرطة. ما مسوي شيء. قل لك هذا بالمين؟ هذا سكرتيري ماجد. انا حسبت اخونا بالرضاعه شيء وايد بك موت روحه. هاي شنو انور، انت مهندس الحكي شنو؟ شو اسوي لك؟ بعد انا ابوي اقول ان عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، حياكم. مرحبا يا الله يحفظك، شكرا على الحضور عمي، يرحم والديك، مشكور. الله يحفظك، شكرا. شنو عمي؟ شكرا. وعليكم السلام، حياتكم الباقيه. شكرا عمي، الله يحفظك، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا، هذول ربع الوالد. اي نعم انا اعرفهم. اي بس هذا ما شايفه، هذا ولد وايد بكي. اي والله ابوي انا شو اقول يعني، اقول خاف عده مره اول ما مصي شيء. لا اله الا الله. لا انت عيونك شلون خضر؟ كانت نسيت خالي فالح. اي بختك عيونه خضر. بختك بخالي فالح. اي صحيح صحيح، الله يرحمك ابوي. الى رحمه الله تعالى. اقول صدق هاي سالفه اللي يكون مبات من المقبره؟ اي نعم، هاي وصيه الوالد الله يرحمه. كلكم تباتون ترحون؟ كلنا شنو؟ انت مو ويانا. الوالد كان موصل والده بان كل احنا نبات من مقبره. لا يا هي روح ذا البيت. البيت ايش عليه؟ لا ايش مقبره وهاي ما قالت. اقول زين شو موصي ابوي؟ قل لي قل لي بالتفاصيل شو موصي ابوي؟ سولف لي انا البارحه امي ما لحقت اسولف، حالتها تعبانه ما سولفت وياها. قل لي شنو صاير؟ المرحوم موصل والده. الله يرحمه. اهلا وسهلا. أهلا حبيبي، مشكور، شكرا. الله يحفظكم. اهلا وسهلا، حياك. موصيها بان ليث اول قبر. نعم. كل احنا نبات هناك لحد ما تطلع الشمس. حد طلعت الشمس؟ اي نعم. إيه. ابوي ليش خايف؟ يمكن عنده سوالف. إيه. قول الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه. اي وانت انا وين ادري. اهلا وسهلا. سلام. عليكم السلام. عليكم السلام. اهلا هلا. مرحبا، تفضل. انا وين ادري اخوي. اي نعم، كلكم ما تدرون. هيك ما تدرون. ليش؟ لأن قضيتوا أعماركم كله برا البلد، هو كان عين على الباب. عيد رمضان، عيد أضحى، هل بيت واحد من عندكم يمر عليه؟ لكن مع الأسف ميت هو عين على الباب. أنت أخو تدري، تدري أنا شلون ظروفي بالشغل. هاي الشركة 24 ساعة، أنا الشغل يحوم علي وأنا أحوم على الشغل، ما أقدر أعوفهم ساعة الزمان حافظ. شغل هذا مسؤوليه شركه زين، وانا احنا بختي ابوي الله يرحمه الله الجوجي. كم مره قلت له بابا يبا تعال عندي، تعال لك يومين ثلاث غير جو شوي ارتاح. ابد ما شاء الله ما شاء الله، وشنو يفرق احنا نيلك لو انت تينا. اي نعم ماكو فرق. ايه هو يكون يفكر بكم صحيح، لان هو رباكم، هو كبركم وسواك مهندس جنابك وانا دكتور. اهلا وسهلا، حياتك الباقيه. شكرا. الله يحييك، رحم الله والديك. شكرا عمي. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا بكم. اي سراج خبرته؟ اي نعم خبرته هسه بالطريق. اقول لك صدق ما تردم تطوم غدا، شنو السالفه؟ اي هاي اراده الوالده وانا وافقتها، لان هاي التكاليف يا اخي احنا عندنا، الوالدين ما عندها هيك. اي صحيح، فوق موتاهم انه نكلفهم زياده. اي عليهم الخسائر، وهاي خسائر وفلوس وش اسمه راحت. انا اقول خلوها الحمد لله. بس هاي الوالد ايش تعطونها؟ احنا اعلنا بالمجلس بان تكاليف هذا المجلس راح يكون امور خيريه.
امور خيريه. اي والناس إيه؟ استقبلت هذا الشيء. الله يخليها صوبي، امور خيريه صوب تصير. اي نعم. على الله ان شاء الله. الله كريم، يا الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. هلا بكم. هلا بكم. حياكم الله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ذاك اخوك يدري؟ من هو؟ منير؟ اي. لا ما يدري. الله يرحمك ابويا، شيء من خلفه. انا من طهران طرت وجيت. وهذا اللي هنا بعد ما هو واصل. ويلي ويلي ويلي. بدكم اخوي حياكم الله يعافيك. احنا ما راح ننتظر المستقبل. احنا راح نصنع المستقبل. راح نصنع المستقبل اللي ماضينا ينحني احتراما له. راح نصنع المستقبل ونثبت الكل اللي استهزوا بينا هم الخسرانين واحنا الربحانين. اكيد راح نصعد للقمه. والنجاح راح يكون حليفنا للابد. فضلك طرقع شي من الحكي. اكو واحد منكم عنده سؤال خليه يتفضل. من بعد هاي الحكي كله احنا المطلوب من عندنا شنو؟ المطلوب كل واحد منكم يعرفنا نفرين. حنوب هذول النفرين كل واحد منهم يعرفنا نفرين. حنوب هذول النفرين كل واحد منهم راح يعرفنا نفرين وتستمر الشغله. شنو عندك فزعه صاير شيء الله لا يقوله؟ نظام الشركه هيك كل ما تعرف اكثر راح تستفيد وتحصل نسبة أزود. لو عرفنا كم شخص أنا شنو نسوي؟ راح تبتدون بالشغل وتبيعون محصولات الشركة. شنو محصولات الشركة؟ ريكا وصابون تمر ورهش ما تيبون؟ يا الله شعر بالبشري ما انت تقلق هذول كانوا بالجو شيء اللي سولفهم بي مو منطقي يوم جماعتك الكلاس تو كنا بيه تريد الصدق؟ انا بكل شيء ما افتهم بس ساعات وهدومهم كشخه يعني ما تصير ادري لو قرار كل واحد يعرف له نفرين وذاك الشخص يبيع له محصولات اللي شاريهن بفلوسه والنوب يبيعهن على مشتريه من نفس الشركه وهاي السلسله تستمر شالعتك الديره تنترس ترس شامبو وصابون ايه هاي ترجع هاي تغدي لك زلك ماكو يعني شيء طق بشيء ليش؟ عمول ديره تنترسان وغدي لك ماكو الوادم يعني ما تقدر بريكات لقيت يوصل منك 1000 متر يلا يوقف قصدي كلها تظل تبيع مشتري ماكو قاعد علي من نبيع قول صدر احنا اي صدر مشينا 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 يلا امشي صدر ادري اعذب روحي اعذب روحي من السياره لو اعذبك انت برا تريدني اتبرى مني وين مخليك انا هذا هسه امحي هالصوره سرعه كسره لحظه على راسك انا دارس فن ارسم صور بها ايام مره وايام حلوه هذه يوم عيد ميلاد جليل يمه صار شفتي بيه راح يصفق لك ولك منين هي تبهاي وكيلة عائلة؟ يا الله يا الله إن شاء الله الله يرزقه. إي هاي الصورة كشفة. والله لو غوزي. أيام حلوة كلش حلوة بداية زواجك. أنا أمشي لا تخافين أمشي. هاي كل الغاليات.